تنزيل القواعد الأصول إذا كنت تريد به فقط أنك تريد أن تملك ملكة التنزيل، فما الذي ينصح به هنا هو أن تقرأ الكتب التي وضعت في هذا الموضوع، أن تقرأ الكتب التي وضعت في قواعد تنزيل أصول الفقه على الجزئيات. وهؤلاء الذين وضعوا هذه الكتب قد كفوك مؤنة هذا العمل. أما إذا أردت أن تنزل ذلك بنفسك فيمكن لك أن تأخذ قاعدة أصولية ثم تبحث عن الأحاديث النبوية التي تندرج تحتها، فتحاول أن تنزل تلك القواعد عليها بشرط أن لا تعتبر هذا الذي ستستنبطه من الفقه، لأنك تتعلم فقط من أجل أن تتمرن على طريقة تنزيل القواعد على النصوص، وهذه كتسمى مثلا ملكة التنزيل. وهذه مسألة لو درست هذه الكتب، كتب مثلا الزنجاني والإسناوي وفوائد ابن اللحام والشريف التلمساني في مفتاح الوصول واللامشي وغيرها، وكنت تكرر هذا الأمر مرارا وتكرارا، إن شاء الله تعالى سوف تجد يوما أنه قد قام بذهنك هذا الأمر وتنتفع به إن شاء الله تعالى.